اهلا بحضراتكم من جديد. بعظمه لسانه متواطئ وساكتين عليه. كلام مهم جدا يا جماعه، لانه الحياه في زنقه وزحمه الكلام على الانتقالات والمشاكل فجاه بتطلع حاجات تشكك في ذمم اللعيبه. ومش بس اللعيبه، لانه لما تيجي تقول لي ان اللاعب الفلاني الفلاني وهو عندي كان متواطئ معاك وفوت وساب، غير ان انت بتطعم في ذمه اللاعب وسمعته، انت كمان بتسالي انا كطرف قبلت ان انا اتعامل بهذه الطريقه؟ ومن غير ما تاخد بالك انت بتسال نفسك، لان كمان عند لعيبتك وعند جمهورك انت قبلت من لاعب عندك ارتكاب واحده من فواحش الرياضه والاخلاق، ان لاعب يفوت او يتواطى او يرتشي. صدقوني الكلام خطير جدا، بيعدي كده مرور الكرام على اللغو من غير ما الناس تقف عنده والناس تقول يا جماعه احنا كده بنصدر مفاهيم خطر جدا، احنا كده بنروج لامور طاعنه لقيم رياضيه وقيم اخلاقيه. احد الزملاء في قناه نادي الزمالك الشقيق تحدث عن كهربا، محمود كهربا اللاعب اللي انتقل للاهلي من الزمالك وهو في الاصل ابن الاهلي، لكن تخيلوا انه بعد 5 سنين من وقعه يظهر انه كهربا كان متواطئ. نشوف التاريخ يشهد على ان محمود كهربا هرب في ماتش القمه وعمل ازمه ليله ماتش القمه بين بعدها بسنتين السنه اللي بسنتين يعني راح السعوديه ورجع. هناك لعب من عدل القيعي في دماغه، بيلعب في دماغه، فمن بيجوا قبل الماتشات المهمه ممكن يلعبوا في دماغه، فعادي في وضع طبيعي انه لعيب ما يكونش هو اللي عليه ضربه الجزاء في ماتش السوبر وهو اللي ياخد الكره ويجري عشان يلعب ضربه الجزاء ويضيع ضربه الجزاء وبغرابه شديده. خد بالك لو عدت بس هو سجل هدف بعدها ماشي، ده ما هو سجل ماتش خلص 3-2 هو سجل هدف وبعد ما خلص الماتش انت كنت كسبان 1-0 ولو جبت الثاني وكنت ممكن وجالك فرصه ثانيه تخلص الثالث كنت خلصت الماتش في الشوط الاولاني. محمد يا راعي انت تتهم كهربا النهارده ان هو اضاع ضربه الجزاء عامد متعمد؟ سلوك كهربا في نادي الزمالك بيؤكد هذا الكلام، ان هو طالما بيهرب من الماتشات يبقى هو بنسبه كبيره جدا هو هرب فيها وضيع ضربه الجزاء عامد متعمد، مفيش مشاكل عادي. لا انا بس لا يعني انا عايز اقول يا خساره مش هقول اكتر من كده. كمل. بصوا يا جماعه عشان الكلام على خطورته، مهندس عدلي لعب في دماغ كهربا خلاه يضيع ضربه الجزاء بتاعه الزمالك قدام الاهلي، لعب في دماغه في الاربيز. طيب انا بقول لكم ليه الكلام خطير، لانه قبل ما يمس قيمه زي المهندس عدلي القيعي اللي انا بشرف بالجلوس معاه، الكلام خطير بجد. احنا ليه بنستهين وبنستهتر بخطوره الترويج لده؟ دي ضربه الجزاء. اولا اللي اخذ ضربه الجزاء كهربا، يعني لو الراجل مفوت للاهلي مش هيروح لغايه الحته دي وياخد ضربه جزاء من احمد فتحي مبدئيا، يعني كان يقدر يطلعها بره وكان يقدر يعمل اي حاجه. طيب ضيع ضربه الجزاء، هخليكم نتعامل بس مع منطق عشان نشوف اقول لكم الخطوره فين. ده لما يكون متواطئ عندك. المباراه كانت يوم 15/10 هو مش جاب 2015 لا 15/10/2010 مش ده بتاع 3-1 عمر جابر جاب جون 3-2 عمر جابر جاب جون وكهربا جاب الجول الاخير وسجل الجون الثاني وجاب للاهلي عبد الله السعيد ومؤمن زكريا، عبد الله السعيد جونين. بس انا بقول لكم الخطوره فين بقى والكارثه الكبيره فين. المباراه دي 15/10/2015 وفقا لكلام الزملاء انه كهربا متواطئ لانه المهندس عدلي القيعي هذا الشرير لعب في ودانه وخلاه يفوت المباراه، فوت المباراه خلينا نكسب وهنجيبك الاهلي. حلو؟ انت عملت ايه؟ لاعب عندك متواطئ ضيع منك بطوله، ضيع عليك الكاس، قبض وارتشى من المنافس بالكارثه ديت. عارفين من 15/10/2015 لغايه لما كهربا مشي من الزمالك وراح البرتغال، هذا الرجل المتواطئ
مثل الزمالك والزمالك ائتمنوا على مباريات قد ايه؟ 92 مباراة لعبها كهربا بعد هذه المباراة المتهم فيها بالتواطؤ. 92 مباراة سجل لهم 31 جون في كل البطولات اللي الزمالك شارك فيها. يعني الراجل كان امين ومخلص وجاب 31 هدف في 92 مباراة، وانت في رأيك انه كان متواطئ لصالح الاهلي فقط علشان تسيء للاهلي او تسيء للمهندس عدل القيعي او تسيء للكهرباء لانه ساب الزمالك، او تسيء لنفسك لان قبلت انك تسكت على لاعب بهذه لا اهم الجريمة. كلمة تتقال انا لعبت في دماغ واحد عشان يجي عندي يقعد 5 سنين في النادي ما قصرتش فيه، بيروح ويجي ويجدد ويعمل ويلعب 92 مباراة. انت يعني بتجيبها ان انت طالما مش واثق فيه بتلعبه ليه؟ لا انا بقول لك من زاويه ثانيه، هو بقى كهربا لو هو متواطئ معايا وانا لعبت في دماغه يمشي ثاني سنه، يمشي ثالث سنه، مش يقعد 5 سنين بينها تجديدات طب جدد ليه؟ لما عايز يمشي وبيلعب معايا مش انت بتقول انا قدمت وهو جدد لي وانا قدمت العقود الجديده؟ ده المشكله انه قدم العقود الجديده يا جماعه، زي فكره عدل القيعي كان بيروح يشوف الثغرات في الاتحاد العقود. كلمه بتتقال وخلاص عشان يعني يعدوا بيها موقف، لكن بيترسخ في ذهن ناس بسيطه ما لهاش ذنب انها تقعد تصدق الكلام ده وتبني عليه مواقف. كلام ما ينفعش، ما ينفعش، ولازم نحترم بعض اكتر من كده، ولازم نحترم قيمنا الرياضيه اكتر من كده، ونحترم لاعبتنا ونحترم حتى عقول جماهيرنا، لانه الامر الحقيقه على المشاع، مش بس كهربا لانه انتقل للاهلي. طب الشناوي ما جاش الاهلي، الشناوي ما جاش الاهلي، ده راح بيراميدز، ومع هذا رئيس نادي الزمالك اتهمه ايضا ذات الاتهام والطرف كمان الاهلي. احمد الشناوي قعد مع الكابتن، خد كلامي ده بثقه، قعد مع كابتن الخطيب، قعد تاني مع كابتن الخطيب هو والده، كابتن الخطيب قعد في اوضه ازاز، مش عارف انت عارف، انت عارف البيت اللي بتاع الراجل ده ولا لا؟ عنده كده اوضه ازاز عشان قال لما احلف على مصحف ان انا ما قعدتش يبقى انا ما قعدتش، تمام؟ واتفق على كل حاجه، واتعرض قال لك انت عندك شرط جزائي 1.5 مليون، كان ايام لسه العقد بتاعه فاضل له سنه. 1.5 مليون هنحط كمان مليون دولار يبقى 2.5 مليون، تمام؟ قبل ماتش الاهلي بثلاث ايام اللي احنا شلنا فيه ثلاثه ما لهمش لازمه. اللاعب اللي يبص لعينه للفلوس ويقعد مع الفريق المنافس قبل ماتش مهم بثلاث ايام ونشيل ثلاثة يومها صفر، اعتقد 3-0 في هزيمة موجعة ما كانش اصلا في الحسبان، ملوش مكان عندي. انا كلام واضح على هوا. طب يعني انا بس ليا تعقيب مهم جدا، وحضرتك هتتمسك بروايتك وانا هتمسك بروايتي، انه كابتن الخطيب لم يجلس مع احمد الشناوي. يا كابتن شوبير، ما هو كابتن الخطيب لم يجلس مع احمد الشناوي. يا كابتن شوبير، ما هو كان قاعد في اوضه ازاز عشان يحلف، حتى بالامارة كان ملعب الاسكواش في الجونة، ما هو ما فيش اوضه ازاز لما لعب سكواش يعني فين الاوضه الاساسيه؟ طيب مبدئيا الكابتن شوبير في مره تانية بعد كده كان بيستضيفه الاستاذ خالد ابو بكر المحامي اللي كان الاستاذ مرتضى منصور طلب شهادته، فالراجل اتكلم قال لك ما حصلش، ومجرد ما الكابتن الخطيب عرف ان الشناوي طالع عند الراجل الكابتن الخطيب استاذن وانصرف وقال لك ما ينفعش. ده روايه خالد ابو بكر، شاهد العيان اللي ورد اسمه. طب الشناوي نفسه هو دلوقتي لا في الاهلي ولا في الزمالك، بس انا بقول لكم لانه اتهام الناس بهذا الشكل. الشناوي على فكره بعد هذه المباراه اللي بيقول لك ملوش مكان عندي، اللي يقعد مع الخطيب ويقعد مع الاهلي ويشيل ثلاثه، ما معناها الاتهام واضح. المباراه كانت 8/1/2018، اتنقل الشناوي لبيراميدز بعديها بست شهور. بالارقام الشناوي لبس فانيله الزمالك واؤتمن على مرمى ناديه 16 مباراه، 16 مباراه اساسي الشناوي مع الزمالك بعد هذه الواقعه اللي ملوش مكان عندي بعد ما قعد مع الخطيب لحد ما اصيب، لغايه لما اصيب. يعني الاصابه هي اللي منعت ووقفت العداد عند 16 مباراه اللي ملوش مكان عندي علشان قعد مع الخطيب، والكلام واضح في الاتهام وشال ثلاثه. كلام في منتهى الخطورة، بس مش هنرد، خلي اللي يرد الشناوي نفسه.
الكابتن الشناوي في اون تايم سبورت تحدث عن هذه الواقعة وهذا الاتهام وايه علاقته بالاهلي. ما حصلش لقاء مباشر بينك وبين مسؤولين في النادي الاهلي خالص. ما حصلش لقاء مباشر بينك وبين مسؤولين في النادي الاهلي خالص. يعني كلام اصله لا ينفع ولا يتقال. واذا كنت انت في شخص عندك انت شاعر انه مفوت ما تدلوش ظهرك تاني، مش يلعب لحد ما يصاب و و و و و و و ويبيع في 16 مباراة. يعني كلام مش معقول. زي كابتن كهربا اتلعب في دماغه وبعد 5 سنين مش اتجدد. تأثيرك ضعيف وعير الله. طب هو جدد ليه؟ طب ما جات له فرصة يمشي. اللعب ايه يعني؟ ولا كان الحكم صفر؟ ولا كان الحكم صفر؟ مش عارف ايه يعني. يعني ارجو ان احنا يعني لا نستهين. عشان كده بقول يا خسارة ليه، لان الحقيقة بيطلع من عند ناس انا كنت ببسط لها بصة. للأسف اتهامات بنستسهلها، لكن هي مصيبة سودة، مصيبة في عرف الأخلاق والقيم. اتهامات صريحة بشكل انتوا تشوفوا المنطق والأرقام والحقائق عكس كده خالص. زي حدوتة الأهرام، وكالة الأهرام بمناسبة، حتى وإحنا بنتكلم على طب اللي مقدمها هذا العرض الكبير جدا في تسويق النادي الأهلي واستغلال قيمه التسويقية العالية جدا، شركة استادات الوطنية أو الشركة القابضة، استادات القابضة شركة وطنية مش وكالة الأهرام خالص. شوفوا القيم، قيم الرعاية بتاعت النادي الأهلي وصلت لكام، والأهرام تقريبا كوكالة مش في السوق، مش في المجال، مش منافس، بس القيمة بتاعت الأهلي شوفوها وصلت لفين. لما كان وكالة الأهرام فاعل في السوق، النادي الأهلي هي حجم شعبيته هذه القيمة. بالمناسبة كابتن أحمد حسام ميدو، ولانه راجل احترف وراجل عنده تجربه احترافيه كبيره جدا، فكلامه في الجزئيه دي كمان يبقى مهم جدا. اتكلم على علاقه الاهرام ومن ثم الكابتن حسن حمدي اللي كان وقتها بيدير وكاله الاهرام للاعلان بنادي الزمالك وفقا للعقد. هنشوف مشكله كبيره جدا قالها احمد حسام ونشوف الرد فيها ازاي. انت عارف يعني ايه وكاله الاهرام؟ كانت في وقت من الاوقات بترعى الزمالك، فانت مطلوب منك دلوقتي كعضو مجلس اداره او كرئيس نادي تقعد مع رئيس الوكاله او نائب رئيس الوكاله. عارف انا، انت عارف اللي هو كابتن حسن حمدي، حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. طب احكي لكم بقى موقف انتم ما تعرفوش. انا جيت لعبت في نادي الزمالك اول مره، جيت لعبت في نادي الزمالك بعد ما رجعت من الاحتراف، قصه بحكيها لاول مره هنا، وده كان السبب الرئيسي. الموقف ده هو السبب الرئيسي اللي خلاني خدت قرار ان انا امشي. كان ليا شيكات ما كنتش قبضت ولا مليم من النادي، وقعدت متاخره، فكلمت مكتب الاستاذ ممدوح عباس، فكان مدير مكتبه راجل اسمه الاستاذ محمد ابراهيم. عارفه ولا لا؟ استاذ محمد ابراهيم يعني لو رجعت الذاكره تبقى عارف. فالمهم ايه، قالوا لي ان الاستاذ محمد ابراهيم هيبقى معاه الشيكات بتاعتك عشان يصرف لك الشيكات بتاعتك. كان ساعتها الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي، وكان هو رئيس وكاله الاهرام للاعلام، وكان وكاله الاهرام للاعلام هي السبونسر بتاعنا او هم الرعاه بتوعنا. فالراجل محمد ابراهيم ده رد عليا رد خلاني ان انا يوميها بالليل حجزت الطياره وسافرت. عارف ايه هو ولا لا؟ ايوه. قال لي كابتن احنا اسفين، لازم نستنى للاسبوع اللي جاي عشان كابتن حسن حمدي يمضي لك على الشيكات. فقلت له ايه؟ كابتن حسن حمدي يمضي لمين على الشيكات؟ كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي. فقال لي كابتن حسن مستنيينه يرجع من الجونه عشان يمدي لك على الشيكات عشان تاخد الفلوس. قلت له شكرا، رحت قافل السكه. والله يا امير، ويوميها بالليل حجزت طياره، قلت لهم انا مش طبعا. الكلام اللي بيحصل ده مش الكلام اللي بيحصل ده غير طبيعي، مش مظبوط يعني. انت فاهمين يعني ايه يا جماعه ان انا لعيب في نادي الزمالك؟ عشان تعرفوا القصه كانت ماشيه ازاي. يعني مش عايز يعني ما كنتش عايز اخوض فيها، لكن الكلام فتح بعضه. يعني ان انا كلاعب نادي الزمالك مستني رئيس النادي الاهلي يمضي لي على شيكاتي. على فكرة كل الكلام ده كأستاذ إبراهيم يعني ده دفاع عن حسن، كابتن حسن حمدي يضعه في مكانة عالية جدا. يعني هو رئيس النادي الأهلي، لو كان هو بصص له بالمعيار ده من أساسه ما كانش راح خد رعاية النادي الزمالك. لكن بيروح وياخد، ودي مزادات، بيوصل في المزاد لحد ما يستقر عليه. يعني لو اللي قدامه زود كان هو زود. دي قيم تسويقية.
وان هو كمان الناس كانت بتستنى لحد كان بيصرف لها الشيكات عشان تصرف مستحقاتها. في يعني ايه التحامل اللي ملوش معنى على راجل وقف في ظهر الانديه المصريه في وقت ما كانش فيه غير وكاله الاهرام بتعمل الرعايه. طيب دلوقتي الكابتن حسن الراجل يعني ابتعد عن العمل الرياضي والعمل العام عامه وعايش حياته الشخصيه ربنا يديله الصحه وطوله العمر، ومن ثم دي مسؤوليتنا ان كلما يرد اسمه بمحاوله الاساءه ليه بتداخل المصالح في هذه الحقبه لازم نرد ونوضح، لانه الكلام بالطريقه اللي ميدو اتكلم بيها فيها تداخل مصالح شديده جدا. اذا كان في المعنى المبطن المهندس عدلي قاله كده يبقى الكابتن حسن وهو بيدير وكاله الاهرام بيرعى نادي الزمالك، ده تبقى المساله في منتهى الايجابيه منه، يستحق الشكر مش الهجوم. لكن الحقيقه لما تبقى الحقيقه نفسها غير كده، لما يبقى الكلام اللي قاله ميدو مش صحيح، لما يبقى الحقيقه في على ارض الواقع سبب مشيان ميدو من نادي الزمالك، لا الكابتن حسن ولا الاهرام ولا الاخبار ولا حاجه كده خالص. السبب وقتها اعلنه كريم حسن شحاته في برنامجه، وكان وثيق الصله بالاستاذ ممدوح عباس، فحكى لماذا خرج ميدو من الزمالك. النهارده كان في جلسه كده في مكتب الاستاذ ممدوح عباس خارج النادي، مكتبه الخاص مع احمد حسام ميدو، كانوا بيتكلموا في بعض الحاجات كده، ان احمد حسام ميدو عايز يعمل بعض المشاريع لنادي الزمالك، والجلسه كانت ماشيه بشكل كويس جدا. اثناء ان احمد حسام ميدو هو ماشي فبيقول الاستاذ ممدوح عباس يعني انا اللعيب الوحيد اللي ما خدتش فلوسي او ما خدتش اي مستحقات لغايه دلوقتي من نادي الزمالك من عقده. فالاستاذ ممدوح عباس قال لميدو يا ميدو انت يعني ما اشتركتش كتير مع نادي الزمالك السنه دي، كان عندك اصابات كتير، كان مثلا وزنك زايد فما اشتركتش في ماتشات كتير، يعني نادي الزمالك لغايه دلوقتي ما استفادش منك، فبالتالي موضوع عقدك كبير جدا حوالي 7 مليون جنيه، فلازم نقعد ونتكلم في موضوع العقد ده، ان العقد ده لازم ينزل. فميدو قال له لا ده عقد وانا ماضي مع اداره نادي الزمالك، اللي كان طبعا الاداره السابقه كان المستشار جلال ابراهيم ومجلسه السابق، وده عقد وانا ما مش هينفع انزل. فالمهم احتد النقاش ما بينهم، والاستاذ ممدوح عباس قال له لا ما ينفعش ومش عارف ايه والفلوس كتير واحنا دلوقتي مزنوقين في نادي الزمالك انت ما يعني الزمالك ما استفادش منك يا ميدو لغايه دلوقتي. المهم الامور سخنت شويه وحصل يعني شويه كده الاستاذ ممدوح اتعصب بشكل كبير جدا، ولكن طبعا هي القصه كلها عقود واتفاقات، لكن الاستاذ ممدوح عباس شايف ان الزمالك ما استفادش لغايه دلوقتي من احمد حسام. يا باشمهندس رايد كريم وقتها الفيديو ده بتاع يومه قال لك النهارده حصل الاجتماع بين ميدو والاستاذ ممدوح عباس، وانه قال له احنا ما استفدناش منك وانه العقد كبير ولازم ينزل و والتفاصيل اللي كريم شرحها لا في لا الاهرام ولا الكابتن حسن. لا يجوز برضه الراجل المدير الحسابات فعلا قال له كده، قال له فهو راح لاستاذ ممدوح عباس وما اتفقوش اصلا على العقد بصرف النظر. اصل دي انا شايف ان انا يعني دي لصالح الكابتن حسن حمدي وصالح الاهرام 100%. اي حد يجي يقول لك كان بيرعى الزمالك بس دي قيم تسويقيه، لو كان في مزاد قدامه، والدليل على كده لما صدر اكثر من مره قرار بان هم يخرجوا من عبايه الزمالك اضطروا يرجعوا الاهرام، كانوا بيضطروا يرجعوا تاني. اعتقد اداء الكابتن حسن وفصله ساعتها كان سئل عنه الاستاذ مرسي عطله اللي كان رئيس نادي الزمالك ورئيس مجلس اداره الاهرام في مرحله، وانصف الكابتن حسن كتير زي ما الدكتور عبد المنعم سعيد انصفه كتير، والحقيقه تاريخ الكابتن حسن حمدي لوحده فيه خير الانصاف. زي ما موضوعيه ميدو اليومين دول الحقيقه فيها انصاف ليه، لانه اداء ميدو في البرنامج بتاعه اوضه اللبس الراجل بيحاول يقدم تجربه حتى الان فيها قدر من الموضوعيه وفيها قدر من الحرص على الاداء المتزن شويه. واضح جدا حتى انه كتب تويتر قال انا زملكاوي لكنني اتخذت قرارا بالعمل في الاعلام لكي انظر في عين اولادي واحترم نفسي، لابد ان اقول الحق. هناك اشخاص يعملون في العمل الاعلامي البعض لا يحترمهم، لن اكون مثلهم، هؤلاء يعودون الى منازلهم واعينهم مكسوره. محمد حسن يستحق الطرد اللي هو لاعب الزمالك، ولو سئلت 10 مرات سأقول أنه يستحق الطرد. ده كلام ميدو في تويتر، لكن كمان ما اكتفاش بكده لأنه حصل جدل كتير، وهو رجع قال أنه ناس كتيرة هجمته، إزاي تبقى أنت راجل كابتن الزمالك ونجم الزمالك الكبير وتقول أنه لاعب الزمالك في مباراة المصري محمد حسن كان يجب أن هو يطرد.
فالراجل حب يعمل تجربة جديدة شوية على البرامج، استعان بأحد خبراء التحكيم الإنجليز وبعت له ثلاث حالات. بعت له مباراة الزمالك والمصري وقعت مطالبة المصري بضربة جزاء ضد فرجاني ساسي، ومطالبة الجميع بطرد محمد حسن قلب دفاع أو لاعب وسط مدافع نادي الزمالك، وبعت له كرة الأهلي وإنبي بتاعة الشناوي اللي الناس طالبت بيها ضربة جزاء ضد الأهلي. ميدو بعت الثلاث حالات للحكم الإنجليزي واستقبل رده عليها. نشوف حكم من الحكام الكبار، وهو على فكرة محلل سكاي سبورتس الأول في إنجلترا. Good evening. It's a pleasure to have you with us. Thank you. أنا سألت الراجل طبعا، رحبت بيه وكل حاجة، وسألته إن أنا بعت لك ثلاث مواقف، الثلاث مواقف دول أنت ما تعرفش عنهم حاجة، أنا عايزك تقول لي الموقف الأولاني سميتها الكيس نمبر 1 أو القضية نمبر 1، هل يستحق محمد حسن لاعب الزمالك إنذار تاني في الكورة بتاعة مباراة المصري؟ الراجل رد عليا رد واضح وصريح يا كابتن أحمد، إن هو أكتر لعيب محظوظ في العالم وفي الملعب إن هو ما اتطردش، وإن مفيش حد أبدا يقول إن الكورة دي مش إنذار تاني. هو نفسه الراجل اللعيب بيقول إن اللعيب كان متوقع إن 100% ياخد الإنذار التاني، ولكن الحكم قرر إن هو يتغاضى عن اللعبة وما يدلوش إنذار. سألته عن كرة فرجاني ساسي اللي طالب النادي المصري إن هي تكون ضربة جزاء، والراجل بيقول إن هو متفهم إن بعض الناس ممكن تفتكرها إن هي ضربة جزاء، لكن هو بيقول إن قرار الحكم محمد عادل كان قرار صحيح 100%، وإن المدافع اللي هو فرجاني ساسي في الحالة دي إن هو كان بيدور على الكورة وراح للكورة، والكورة ما فيهاش ريحة ضربة الجزاء. الكورة الثالثة بتاعت الشناوي عشان نقفل الموضوع، الراجل قال لك إن هو بخروجه على منطقة الجزاء خلاص ما بقاش حارس، بقى هو مدافع، الراجل راح للكورة في كونتاكت لكن الحكم لا يمكن يديها ضرب الجزاء، وهو شايف ان قرار البنا كان قرار صحيح 100%، وكرة الشناوي بتاعة ماتش امبي مش ضرب الجزاء. اذا تجربة موضوعية كبيرة من ميدو الحياة، لانه استعان بخبير انجليزي، الراجل بعت له الحالات، برأ تماما حكم مباراة الاهلي والامبي وقال لك ضربة الجزاء الشناوي ما فيهاش اي حاجة، او ما طلب ان هي تكون ضربه جزاء ما هياش صحيحه بالمره. فميدو بينصف الاهلي في دي زي ما بينصف فرجاني ساسي، انه او الحكم الانجليزي هو اللي انصف ساسي، وقال انه محمد حسن لاعب الزمالك كان اكتر لاعب محظوظ في الملعب او محظوظ في العالم انه ما خدش في دي كارت احمر، ازاي ما اتطردش بعد كده؟ قال لك ما اعرفش. دي كانت موضوعيه ميدو ورؤيه الحكم الانجليزي اللي بتوجه رسالة لخبراء التحكيم عندنا، اللي ميدو قال لهم الحقيقة في البداية كتير من تحليلاتكم وأراءكم متأثرة بعلاقاتكم الشخصية مع بعض، فياريت نتجرد من دي شوية. مع بعض دي مهمة جدا. ده حقيقي. ياريت نتجرد من دي شوية، نطلع لفاصل، وبعد الفاصل أسرار الملك وحتى لو كان شيكابالا.